هكذا كان حال العالم، لكن الجزائر لم تمشي في أروقة الأنظمة المتضاربة والاقتصاديات المتهالكة، بل كان لها رأي آخر بمواثيق عهد جديد في جزائر جديدة. في الوقت الذي يقهر الجوع العالم، جاءت الجزائر الجديدة بسياسات حكيمة وسديدة ومقاربات قوية في طرحها، حققت أمناً غذائياً ومائياً، صنع للجزائر ذرعاً ضد الأزمات، وبجرأة سياسية واقتصادية واضحة خرجت البلاد للعالم بوجه جديد، دفع بأقوى الدول إلى التسابق نحو عقد صفقات وتحالفات في الأمس القريب كانت مستحيلة. وبدأت حبكات الاستراتيجية الجديدة بالدفع بقطاع الفلاحة بادئ بدء، عصب وشريان الأمن الغذائي، فجاء مخطط عمل الحكومة في الفترة ما بين 2020-2024 معتمداً على القطاع من خلال تدشين بنك البذور الذي يحتوي على أكثر من 600 صنف. وصلنا في الحبوب خاصة القمح الصلب إلى 90%. معناتها نتخيل في اللحظة السنة القادمة نتوقع في الحبوب الصلبة نوصل إلى مستوى 100-110%. الدولة ألت أهمية كبيرة لعملية التخزين لأنها قطعة أساسية في الأمن الغذائي، ولاحظنا في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ملايير الدينارات التي سوف يتم إن شاء الله استثمارها في هذا المجال تحقيقا لهذا المبتغى. برنامج تاع الحكومة في هذا السياق يعني الأمن الغذائي يضم عدة محاور خاصة بالتنمية الفلاحية والتنمية الريفية بشكل عام. من بين يعني المحاور هذه تاع التنمية الفلاحية هي إعادة بعث النشاطات المنتجة في الإنتاج الفلاحي، وبخاصة الإنتاج المنتجات الاستراتيجية. نخص بالذكر القمح الصلب، للجزائر عندها إمكانيات الاكتفاء الذاتي. ثاني إنتاج هو إنتاج قمح اللين، هناك محور تطوير قمح إنتاج قمح اللين ما يتماشى مع سياسة الحث على تحويل نمط الاستهلاك بالنسبة لهذه المادة لصالح القمح الصلب، لعنا إمكانيات معتبرة للإنتاج، وعلى مدى بعض السنوات إن شاء الله نتحصل على الاكتفاء الذاتي. ولأن البذور هي سيدة مدخلات الإنتاج، فقد ساهم قطاع الفلاحة بأكثر من 14.7% من الناتج المحلي الخام، ليغطي احتياجات المنتوج الوطني بأكثر من 75%. استراتيجية الأمن الغذائي، ولتكون أكثر مرونة وصمودا في ظل الأزمات الاقتصادية وحتى المناخية من شح الأمطار، قدمت امتيازات لشعبة الحبوب بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أهم وأكثر هذه القرارات وزنا وثقلا، وهو الحد من الاستيراد العشوائي. شح أمطار وتذبذب تساقط الأمطار واختلال نظام تساقط الأمطار جعلنا نتوجه بالاستراتيجية إلى الإنتاج في المناطق الجنوبية واستغلال البعد الإقليمي الجزائري اللي متوفرة فيه هذه الموارد. هذه النقطة اللي تجعلنا نقاوم ونعطي لنفسنا الإمكانيات باش نقاوم التغيرات المناخية، لأن عندها أثر كبير على الإنتاج. باش كل قطرة تطيح نحجها ونحكمها ونضمن بها تحسين الإنتاج وإعطاء الفرصة للفلاحين الساكنة الريفية باش يعيشوا من هذه المداخيل تاع الإنتاج الفلاحي. ليعطى بذلك ديوان الحبوب حصرية الاستيراد، فهو الجهة الوحيدة المخولة للسهر على حماية المنتوج الوطني. تم اتخاذ عدة إجراءات، كان عندك الدعم، عندك ضمان سعر المنتوج في القمح، سعر المنتوج مضمون مهما تنتج الدولة عن طريق الديوان تاع الحبوب اللي ياخذ كل الانتاج مع سعر مضمون 400 ألف من 500 ألف حتى 600 ألف للقنطار تاع القمح الصلب. كل هذه الإجراءات، دعم المنتجات، دعم المدخلات، دعم اقتناء المعدات الفلاحية،
تاع الحرث تاع البذر تاع الحصاد، كل هذه الإجراءات هذه موجهة للمتعاملين الاقتصاديين الفلاحين لحثهم لتحسين مردوديتهم. إجراءات تحفيزية بالجملة كان لها طيب الأثر في الدفع بالتنمية للأمام، فكان للفلاحين من التحفيز في مجال اقتصاد المياه بتدعيم وسائل السقي بنسبة 60%، ولم يعد الفلاح يحتكم لندرة المياه. فيما تماشت السياسات في الجنوب الكبير والطابع الصحراوي الغالب واعتمدت على المساحات الكبرى والمياه الجوفية التي يزخر بها الجنوب. ثم جاءت الإعفاءات الضريبية على مادة الأعلاف مذللة أكثر فأكثر للصعاب والعقبات في المناطق الصحراوية والهضاب، فالمستثمر الجديد في الصحراء لا يدفع الضرائب لمدة 10 سنوات. فضلاً عن تقليص بنسبة 40% من الضرائب للمربين في قطاع اللحوم، وكذا إعادة النظر في مخطط تطوير شعبة البطاطا بضبط السوق وإسداء المهام للمؤسسات والدواوين التابعة للقطاع، إجراءات زادت من الإنتاج في جميع الشعب بمعدل أكثر من 31%. بالنسبة للخضر والفواكه، الجزائر راهي في مستوى اكتفاء ذاتي وبلك فائض إنتاجي. مثلا البطاطا في الموسم عندنا مردودية توصل حتى ل 750 قنطار في الهكتار. في الموسم تاع البصل السنة كاين إنتاج كبير جدا كبير جدا، والدولة راهي خلقت مؤسسة تختص بتخزين فائق الإنتاج باش تأثر في تعديل السوق. لم تتوقف سلسلة تفاصيل التغيير هنا، بل جاء المخطط الجديد للتنمية الفلاحية 2025-2030 واعداً، ففي الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الأسمدة 3 مرات في السوق العالمية، جاء قرار وزارة الفلاحة بدعم الأسمدة بنسبة 50%. نقطة مهمة هي أخرى هي كذلك ضبط عملية الأسعار. السيد رئيس الجمهورية شدد على أهمية أن تضمن الأسعار مهما كانت التكلفة في الخارج، بمعنى أن قوة الجزائريين فوق كل اعتبار، وكذلك مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في عملية تحديد الأسعار. استخلص القائمون على استراتيجية الأمن الغذائي في الجزائر الدروس جيدا من الأزمات التي مر بها العالم، وأحكموا القبضة على زمام الأمور، فعقدت السياسات الممنهجة بسواعد جزائرية وبسواعد الخبراء العزم على وضع الجزائر في مكانتها الصحيحة بين الدول عبر المخطط الجديد للتنمية الفلاحية بامتيازاته الكبيرة، وشعارهم في ذلك لن نترك أحدا خلف الركب. النتيجة جاءت بدايتها بإشادة دولية بالتجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية بعد أن كان الفقر عنوانا في الريف، تجربة أحنيت لها القبعات وثمنت المساعي المنتديات العالمية. وها هو المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في تقريره الأخير الذي أشار إلى أن حصة الإنتاج الفلاحي للفرد تضاعفت في السنتين الأخيرتين بفضل الاستراتيجية الجزائرية المتبعة في مجابهة نقص الغذاء عالمياً. فيما صنفت منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة الجزائر على رأس الدول الإفريقية في مجال الأمن الغذائي. الجزائر تحقق الآن أمنها الغذائي، ولكن كذلك تسعى بخطوات متسارعة حتى يكون هذا الأمن الغذائي بالنظر إلى التغيرات الوطنية كالنمو الديموغرافي أن يتحقق دائما هذا الأمن الغذائي، ولما لا إن شاء الله توجه في المستقبل نحو التحول إلى قوة فلاحية في المنطقة، والتي تسمح لبلادنا ليس فقط ضمن أمنها الغذائي، وإنما كذلك تصبح ضامنة للأمن الغذائي لدول الجوار. تغيرت المعطيات وتغيرت معها الرؤى، وطفت على السطح حقيقة التوجه الجديد للجزائر الجديدة بمرافقة سياسية واضحة ركزت على سياسة مائية ملائمة. فشبح الجفاف لم يستثني الجزائر، وشح الأمطار والتغيرات المناخية جعلت من السدود الضخمة هياكل في مهب الريح،
أمام جفاف تعدى 4 سنوات، الواقع الذي توجهت على إثره الجزائر إلى سياسة تحلية مياه البحر، فكانت بوصلة الأمان في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وانتزعت بذلك الجزائر الريادة كأول بلد إفريقي في إنتاج المياه باستخدام تحلية مياه البحر. بنيت المحطات بالمقاييس العالمية ورصدت لها أرقام ضخمة قدرت ب 23 مليار دولار في سباق مع الزمن لدفع شبح الجفاف والعطش وضمان الأمن المائي أمام استمرار شح الأمطار. هناك إمكانيات مائية كبيرة جدا في الجنوب الجزيري، وخاصة بالنسبة للجنوب الغربي اللي هو يسمى بحوض غدامس. كيف يمكن استغلال هذه الموارد المائية في الجنوب لأنه توفرنا زراعة استراتيجية صحراوية بالجنوب. تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 إلى تلبية حاجة المواطنين من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى 60%، وتستفيد ولايات الجنوب من برنامج نزع الأملاح من المياه الجوفية. عبرت السياسات الرشيدة بالجزائر إلى بر الأمان، وكان للاستراتيجية المتبعة من الحكمة ما فاق ضراوة الأزمات العالمية، فالله عز وجل يرزق كل عصفور طعامه، لكنه لا يلقيه في عشه.